هنروح سريعا لأبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. هنبدأ من الأوبزيرفر لنشرة النهاردة موضوع لمراسلها في القاهرة بيتناول فيه الاكتشافات اللي أعلن عنها في مصر لعشرات المموياتوورشة للتحنيط في منطقة سقارة. الصحيفة بتقول إن بعض هؤلاء المومويات وضعت لها أقنعة مزينة بقطع ذهبية وفضية في تنوع كبير، بما أوحى للعلماء الأثريين بأن الاكتشاف سيساعد بالفعل في توضيح أسرار عملية التحنيط عند قدماء المصريين. الصحيفة بتوضح أن المسؤولين أكدوا بالفعل وجود أنواع مختلفة من الزيوت كانت تستخدم في التحنيط علاوة على أدوات مميزة للقياس، وهو ما قد يساعد في الكشف عن التركيبة الكيميائية اللي استخدمها الفراعنة لتحنيط الموتى. الاندبندنت نشرت موضوع لمراسلها في موسكو تحت عنوان قبل قمة بوتين ترامب، خبراء بيقولوا إن الكريملين بينظر إلى ترامب كأحمق ويحاول استغلاله. ويقول المراسل أن ترامب بعدما انتهى من دحر حلفائه في حلف شمال الأطلسي الناتو، توجه الرجل مباشرة إلى العاصمة الفنلندية لعقد القمة المرتقبة منذ فترة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين. ويوضح أن اختيار فنلندا لأول قمة بهذا الحجم بين الرئيسين لم يكن مصادفة، وقال أن تناولته وسائل الإعلام سواء غربية أو عربية على لسان مسؤولين روس بأن المقر الأول للقمة كان العاصمة النمساوية فيينا، لكن الجانب الآخر أصر على التغيير.